شهدت أمس بلدية عين أرنات غرب ولاية سطيف عملية غلق للطريق الوطني رقم 5 المؤدي إلى العاصمة، وهذا تعبيرا عن غضبهم الشديد ورفضهم لقائمة 370 سكنا التي أفرج عنها يوم الأربعاء المنصرم، مطالبين السلطات المحلية بفتح تحقيق حول المستفيدين من هذه السكنات. انا راني كيري وراني جاي نحوس على السلطات ومسؤول على هدرتي، واني تواكم ويفتحوا تحقيق ويعيطوا لي انا ويعيطوا الرئيس بلديه لي، راني كيري عليه دا السكنه، وانا اللي راني كيري عنده مديتش مول الدار اللي راه كيري لي دا، وانا مديتش. يرحم والديكم بدون القائمة، يرحم والديكم، رانا مباتوا برا، راهم ولادنا مباتوا برا. عطا مد صحابو وحبابو اللي انتخبوا معاه، الهزمة ولاهم وكل ما داوش، اللي عنده ذراع دا واللي ما عندوش ما داش. نحوسوا نفتحوا تحقيق مع رئيس البلدية هذا، راه ما خرج بدون راهي هذه لا ليست علقت بدون خروج اللجنة.